القسم القلب مستشفى جامعي لبنان بيتضمن كل الاختصاصات: تداخلي، كهرباء القلب، صوت، التصوير الصوتي، قسم العناية، تغيير الصمام بالميل، واسم جراحة القلب. طاقم الطب بمستشفى جبل لبنان بيتمتع بمعايير دولية، وعنا كامل الثقة أنه يترك مريضنا تحت رعايته. حلوة وشجعتونا على محاضرات تانية كمان. بصير ينتبه الواحد للأكل، للشرب، للدخان، لكل شيء. اللي ما بيعرف بصير يعرف بوقاية من الشيء اللي ما يعمل غلط.